ابشر يا وطن حاليا مختص بشريحه ما عليها النظر مجتمعنا، اللي هو شريحه الايتام والسجون. هذه الشريحه تقريبا غايبه عن نظر المجتمع بشكل عام. احنا مركزين عليها، نعملهم مثل حملات تدريبيه تهيئ كشخص صالح عشان يطلع على مجتمع صالح، ان كان من الايتام او كان من السجون. بتوقع انه مشروعي راح ياخذ مدى الاكبر وراح ياخذ طريقه الصح، بما انه بادر اعطت فرصه لفرد مو لكجهه رسميه. احنا كافرد اعطتنا الثقه، تمام، وبنفس الوقت انت بثقتك بنفسك بمشروعك فعلا بتشوف المدى الصحيح له. هذا اكثر شيء كان في بادر منيح.